طب لما يطلع مصنع يعلن في حديث في جريدة من الجرائد يقول ان الاسعار هتزيد من 10-15% بسبب زيادة اسعار المحروقات والكهرباء والكلام ده كله، طب ده بناء على ايه؟ نوع صناعته ايه؟ ما هو خلي بال حضرتك اجهزة منزلية يعني خلي بال حضرتك النهاردة لما يجي يقول من 10-15% ممكن في صناعة بسيط يعني منتج معين ممكن ياخد من 10 بس هو بكام وهو ايه؟ واخد بال حضرتك وال10 دولت هيبقوا كام؟ لو انا جيت نسبت ال 10% او ال 15% يمثلوا بالنسبه للسلعه هي بكام وال 10% دول كام وفي الاخر خلاص هتبقى كام؟ يعني مش معقوله طبعا ان انا اقول 15% وبتاع لمثلا ثلاجه واقول 15% يعني معنى كده هو ان احنا بنحط لا ارقام هتبقى كبيره، لا 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 ما توصلش للكلام ده، لكن ممكن حاجه تكون صناعتها بسيطه ممكن حاجه تكون 10 هتاخد 10% حاجه هتاخد 15% بس انت بتتكلم بتقول ان القيمه بتاعتها مش هتبقى مبالغ فيها. ايوه هي القيمه كام يعني لو ب 100 جنيه هتبقى ب 110 هيبقى 110 اعتقد انها معقوله يعني اعتقد ان المستهلك لما الحاجه ب 100 خدها ب 110 خدها ب 115 هيبقى مقبوله لكن النهارده طبعا مش معقوله ان حاجه تكون ب 10000 جنيه ولا ب 15000 جنيه ونحط عليها 10-15% لا ده انتوا النهارده حضراتكم اجتمعتوا وقلتوا عايزين دراسة علشان نعرف الأسعار في كل تمام. شعبة هتزيد قد ايه. السوق بقى ومراقبة السوق ومتابعة السوق ايه اللي المفروض يتم فيه؟ أنا طبعا هنتهز فرصة وجودي مع حضرتك وأخاطب المستهلك أقول لازم المستهلك يبقى عنده ثقافة. احنا النهارده احنا بنتكلم 2017-2018 اهو يعني المفروض ان احنا 18-19 خدنا تجارب عديده السنوات اللي فاتت دهيت فمفروض ان ثقافتنا تكون اتغيرت. النهارده ان الاوان ان المستهلك يعرف ما له وما عليه. النهارده المفروض ان لما يجي المستهلك ينزل يشتري اي حاجه او نازل يجهز بنته او نازل يجيب حاجه لبيته المفروض ان ثقافته يبقى عارف هو رايح فين ورايح يجيب ايه واحتياجاته ايه هي. وبعدين مش عيب ابدا ان هو يخاطب المصنع اللي بينتج، مش عيب ان هو يخاطبنا احنا كغرفه صناعات بيستظل بصلاة الصناعه كلها ان هو يقعد ويقول يا جماعه والله انا راجل مستهلك وعايز انزل اشتري الحاجه الفلانيه وبلغني ان ديت بكذا، نقدر نقول له لا دي خارجه من عندي من المصنع ازاي ان هي ان توصل لك انت كمستهلك؟ اقدر اتحاور معاه اتكلم معاه. هو لازم يعرف هو عايز ايه ولازم يعرف هي بكام ولازم يعرف الخواص بتاعتها ايه ولازم يعرف الامكانيات. بس عارف يا باشمهندس برضو في مشكلة في السوق. بمعنى ايه؟ انا النهاردة عارف ان انا عايز اشتري بوتاجاز، تمام، البوتاجاز ده من المصنع عند حضرتك بسعر كذا، تمام تمام، اجي انزل السوق الاقي ان هو كذا مضروب في 40%، تمام، لما اجي اشوف المنافس ليه هلاقي يا بنفس السعر يا باقل سن صغيره يا بازيد سن صغيره، مع ان مش المفروض ان هو يكون زايد ال 40%، تمام. فبيبقى في زي تكتل كده واتفاق ما بين التجار ان الاسعار توصل لمرحله معينه، متفق معايا ولا لا؟ متفق مع حضرتك ودي اللي انا بقول لحضرتك عليها، انا بقول لك بقول لحضرتك انا عايز ايه؟ عايز ثقافه مستهلك بقى، لا انت ازاي انك انت ترتضي ما قداميش غير ده. لا ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا برضك يعني احنا في بعض حاجات عملناها الفتره اللي فاتت ديت، بعض مصانع عملنا منافس بيع عندها. عملنا منافس بيع عندها جنب المصنع كده، خد مساحه كويسه جدا وبدا يعني منافذ البيع اللي في قلب المصنع اجبرت التاجر اللي هو عنده نفس النوعيه ونفس ان هو يشوف المصنع ماشي ازاي ويمشي جنب منه. يعني يمشي جنب منه قرابه منه. يعني هو بس بدل ما يجي يقول لك بدل ما اروح مثلا سي 10 رمضان واجيب عربيه واخد الحاجه وانقلها عندي، لا فيمشي جنب منه يلاقي زياده طفيفه زياده بسيطه يقول لك اعتبرها النقله اعتبرها الولد اللي جابها اعتبرها وما الى ذلك. بدانا نخاطب المصانع نفسها بان هي توجد منافذ بيع عندها وتحاول من قدر ما هو المصنع برضك يا فندم لازم حضرتك تراعي حاجه ان المصنع بيقول لك ايه انا عايز موزع عايز واحد يشيل الليله اللي عندي دي كلها، انا هقعد ابيع ولا اشوف شغلي واشوف صناعتي؟ لا انا عايز موزع يجي ويشيله كل اللي عندي، فيجي له ثلاثه اربعه من الموزعين التقال يقول انتاجك كله بتاعنا.
من هنا بقى بيحصل الايه اللي حضرتك تفضلت وقلته، المونوبولي بقى، السيطره بقى. من هنا بقى بيحصل الحاجات دي. احنا بنحاول النهارده ان احنا نقعد مع بعضينا ونحاول ان احنا نكسرها، يعني احنا بنحاول بقدر الامكان. طب هل مفيش